خليني انوه قبل ما تساليني سؤال انه اجمل ما في المهرجان الراعي الاعلامي. شكرا جزيلا، شكرا، هذا من ذوقك. يعني دكتور عهد، كما المعتاد والعاده انتم مشاركون في دعم كل ما يتعلق بالمنتجات المحليه والزراعه على وجه التحديد. اليوم مهرجان الزيتون الاول، نظرة تقييمية لهذا المهرجان ولهذا المعرض. أكيد، يعني هذا إحنا اليوم زيارة ثانية كمان للمهرجان. مهرجان رائع، متعوب عليه كثير، قيم جدا، حضور بجنن كثير منيح، بيفتح النفس. المهم يكون من الحضور، وأنا اللي ملاحظه أنه في شراء، في عملية شراء، وهو هذا المطلوب. المطلوب دعم هؤلاء سواء كانوا صغار المزارعين أو الجمعيات التعاونية أو السيدات التي يعملن في البيوت المنتوجات الغذائية. هذا أكثر شيء إحنا كإغاثة زراعية مهتمين فيه، وكذلك تسويق الزيت والزيتون. للأسف عمالها أسعار الزيت والزيتون عم تنزل، هذا شيء كثير مؤسف، ولكن في موسم جيد إن شاء الله أن المزارع بتعوض. برأيك إحنا في محافظة طول كرم قديش بحاجة بصراحة لأنه تنعقد مثل هذه المهرجانات ومثل هذه المعارض المتنوعة بطبيعة المعروضات المحلية؟ يعني إحنا فعلا بحاجة، ولذلك إحنا بنطرح فكرة حاليا وهي إقامة شيء دائم، شيء دائم، مكان دائم لتسويق المنتوجات البيتية والمنتوجات الزراعية ومنتوجات يعني من حول البيت أو من المزارع الصغيرة، شيء دائم، هذا اللي بسموه السوق البلدي. يا ريت لو يكون في عنا شيء زي هيك، سوق دائم بأيام معينة، بيجي المواطن عليها بيشتري البضاعة اللي بده إياها، النظيفة العضوية الخالية من الكيماويات، شغل البيت، يا ريت هذه لو تكون. ولكن هاي المهرجانات أكيد مهمة، ليس فقط للمزارعين ولا للسيدات، وإنما كمان للشركات الكبيرة الموجودة في طول كرم، حتى العالم يتعرف عليها، على هذه الشركات الكبيرة اللي هي داعمة من 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 أكبر الناس داعمين للاقتصاد الوطني. نتمنى لك جولة موفقة اليوم في المعرض إن شاء الله وشراء موفق. شكرا. أهلا وسهلا، احنا مكملين معكم مشاهدينا الاعزاء بالتاكيد في هذه اللحظات من معرض الصناعات المحليه وبالتحديد في مهرجان الزيتون الاول، وايضا استطلاع لاراء الطالبات والزائرين والزائرات. اكيد احنا بنتعرف على الصبيه الرائعه والزائره للمعرض، عارفين عن نفسك؟ داليا عبد الله. انا بصراحه اول مره بشوف هيك مهرجان هون بطول كرم، كثير حلو، أول مرة يعني بيعملوا هيك إشي، بحاجة هيك شغلات. شفنا هون الزائرين والناس المقدمين هون المشاركين، كتير حلو المهرجان وكتير أشياء فيه، يعني بصراحة بحاجة لهذا الإشي بهيك طول كرم. ويعني بتعرف على ناس، شوفوا منتجاتهم، منتجات كتير حلوة وجديدة يعني هون بصراحة، يعني إشي لازم لابد منه. إيش لفت انتباهك داليا في المعروضات؟ كثير اشياء في هون، عاملين كوسه لون اصفر بصراحه. هذا اكثر شيء لفت نظري هون، يعني بحكي لهم شو هذا، بحكوا لي كوسه، من وين جايبينه؟ شيء من برا يعني. في كلها افكار يعني جديده، شيء كثير حلو بصراحه، فربنا يوفقهم يعني بجنن الشيء. مشكورة وجولة سعيدة يا داليا، وأكيد شكرا جزيلا للرائعة داليا ولكل الزائرين والزائرات. احنا بنحب ننوه للسادة المشاهدين والمشاهدات أن اليوم إن شاء الله كونوا على موعد والعديد من والمئات من الهدايا والجوائز التي ستكون ضمن فعاليات مهرجان الزيتون الأول، والأهم من ذلك الرعاية الإعلامية الكاملة بالتغطية بكافة أشكال الاتصال والتواصل من خلال الأثير ومن خلال الشاشة ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي، ستكون بالتأكيد حاضرة لهذا اليوم بالتغطية الكاملة المتكاملة في هذا اليوم بالتأكيد. ونواصل المشوار الصباحي إن أمكن للسيد عبد الخالق الحضور إلى هنا. يسعد أوقاتك ويسعد صباحك. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. هلا، يعطيكم العافية. يعني بلدية طول كرم ممثلة هنا بالعلاقات العامة، كزائر وكجهة رسمية في بلدية طول كرم، كيف ترون سيرورة المعرض ومهرجان الزيتون الأول؟ يعني بلدية طول كرم هي من عضو في اللجنة التحضيرية للمهرجان ولهذا الحدث الاقتصادي والثقافي والوطني الكبير. نحن نتابع أول بأول ونرى هناك إقبال كبير ونرى هناك نقل نوعية في عرض منتجات طول كرم، بدءا من الزيتون، هذه الثروة الوطنية التي تتميز بها محافظة طول كرم والتي ينبغي دعمها ودعم المزارع على أكمل وجه. هناك تقييمنا لعملية، هناك تنظيم لا شك أن تنظيم ممتاز جدا للمهرجان،
وهناك إدارة سليمة، هناك إقبال كبير، وهذا ما يثلج صدورنا، ونحن داعمين لجميع الجهات التي بادرت، سواء من الغرفة المحافظة، الغرفة التجارية، وزارة الصناعة، وزارة السياحة، وزارة الزراعة، والمنتجين المحليين وأصحاب أرباب الصناعات في مدينة طولكرم في هذا المهرجان الكبير. أستاذ عبد الخالق، بعيدا عن العلاقات العامة والإعلام، إلى أي مدى المواطن الفلسطيني والفلاح على وجه التحديد بحاجة بصراحة لأن نركز ونسلط الضوء أكثر على موضوع الزيت والزيتون؟ نعم، أولا موضوع الزيتون هي عندنا في بلادنا هي تعتبر شجرة حرجية وتعتبر تقليد، ولكن هناك يجب أن يكون هناك تسويق أفضل ولشجر للإنتاج، ودعم وحماية للمزارع، وتوفير التسهيلات اللازمة للتصدير، وكما تعلمين المزارع يقوم بجني محصول الزيتون بطريقة تقليدية، يعني لم تتغير كثيرا عن ما اعتاد عليه في الزمن القديم. شجرة الزيتون هي بالأساس شجرة حرجية، المواطن الفلسطيني دعمها وطورها لتصبح شجرة مثمرة اقتصادية، يعني شجرة منتجة واحد عامل اقتصاد، لكن نحن بحاجة إلى مزيد من الرقي بإنتاج هذا الزيتون بتسويقه. التسويق أولا توفير الأسواق العالمية لهذه الشجرة، لأنه إحنا في طولكرم خاصة المناطق الجبلية أفضل ما ينتج فيها هو شجرة الزيتون، وهي شجرة مباركة، وهي شجرة الزيتون هي أصلا شجرة مقاومة للأمراض، ولذلك هي عاشت هذه السنوات. يعني التسويق بطريقة غير تقليدية، يعني بعيدا عن موضوع التنك وموضوع أن روح أشتري مونتي، لا، يعني في هون أنا شايف بعض العارضين للزيت في عبوات صغيرة في كميات مختلفة، خرجوا عن المألوف. نعم. كما نقول. نعم. وخرجوا عن الطريقة الروتينية، وهذا يشجع عينا الرأي لهذه المنتجات، بل ويجذب بطريقة أفضل. نعم صحيح، لأنه بتعرفي ممكن حدا ما يقدر يشتري تنكة الزيت، ممكن أنا بشتريها في السوبر ماركت بعبوات صغيرة، بدي كيلو كيلتين خمسة، يعني الطريقة هنا جميلة جدا، يعني هذه هي هكذا يسوق الزيت في العالم كله وبالذات الدول العربية المجاورة بهذه الطريقة، يعني خلينا بعيدين عن المألوف، عن المألوف، وطريقة تسويقية جميلة، ويعني وكمان عرض أنواع الزيت وأنواع أنواعه، هذا من أي بلد، هذا من الجبل، هذا زيتون سري، هذا زيتون نبالي. يعني إحنا يعني من خلال هذه المداخلة وبنشكرك جزيل الشكر، بنتمنى لك زيارة وجولة رائعة وأكثر من رائعة في مهرجان الزيتون الأول. شكرا أستاذ عبد الخالق إجبارة. احنا اكيد بنكمل مشوارنا في اللقاءات وفي استطلاع الاراء بالنسبه للمواطنين ولربما موظفي ايضا جامعه فلسطين التقنيه خضري والزملاء والزميلات مع السيد جبريل حجي، يعني اشهر من نار على العالم. يسعد اوقات. الله يسعدك، انه النبي يا رب. كيف حالك؟ يعني استاذ جبريل كزائر ايضا، كربما ايضا احد موظفي جامعه فلسطين التقنيه خضوري، وبالتالي ما بين النظره التقييميه وما بين المشاركه في هذا المعرض، كيف تقيمون الوضع؟ اولا يعني وجود هذا الكم والمتواصل، وهذا شيء يعني يفرح في طولكرم، وطولكرم بحاجه لهذه المتجمعات وهذه اللقاءات التجاريه، وايضا هي اقرب ما تكون المنتديات الاجتماعيه، بلاحظ انه الناس بتتواصل وبتتفاعل، وهي مقاربه قد قيمه. اولا في جامعه خضوري، يعني اذا اللي بدخل المعرض وبتطلع على زوايا بشعر انه هناك في سوق في البلد، في انتاج وبحاجه الى تطوير كمان، وبحاجه يعني بعض التفاصيل اللي بتدخليها مع الشركات، في منها على مستوى الوطني وفي منها على مستوى محافظه الكرم، بتصدر للوطن وبتصدر خارج الوطن، وهنا هذا شيء مفرح كمان، وهذا بأكد أنه يمكن البناء عليه وتطويره على مستوى طولكرم. طولكرم بحاجة إلى معرض دائم، وأعتقد هناك يجب التعاون ما بين الجامعات وما بين المؤسسات الكافة اللي تساعد لتوطين مثل هذه الفكرة، بحيث أن يكون هناك معرض دائم
وهذا الشيء ان شاء الله بتكون باذن الله يبنى عليها من قبل الشركاء والغرفه التجاريه ومحافظه طول كرم والمؤسسات في طول كرم. انا بالنسبه لي انا كموظف في جامعه فلسطين التقنيه خضوري حقيقه يعني اليوم قدرت الملم اشياء كثير في راسي، كنت في المعرض في كثير احتياجات بس يعني كان اعتقد رح تشتري؟ رح اشتريت وحملتهم مع الشباب هون، وكمان بكره رح اوسع قائمه المشتريات بعد الاطلاع طبعا. هذا الشيء كان جميل. والضيفات؟ تضيفت بس عارفه للاسف اجت بوقت انا بحاول اعمل روجين. شكرا شكرا شكرا. يعني احنا مكملين معكم مشوارنا واكيد في الاراء وفي النظرات التقييميه، وبالفعل المجتمع الكرمي هو متعطش لمثل هذه المهرجانات، متعطش لمثل هذه الانواع من المعارض التي هي متنوعه من خلال المعروضات والصناعات المحليه. نذكر مره اخرى اننا اليوم ان شاء الله سنكون وإياكم وموعد مع المئات من الجوائز التي ستقدم ضمن مسابقات عبر شاشة تلفزيون الفجر الجديد والراعي الإعلامي دائما وأبدا. للطلاب كلمة دائما وأبدا وهي ممثلة من خلال مجلس طلبتها، ونرحب بطلاب جامعة فلسطين التقنية خضوري وتعرفنا عنها. وسيم أبو شمس منسق حركة الشباب الطلابية في جامعة خضوري. أهلا وسهلا وسيم، يعني مثل ما بنقول هنالك متحدث بالعادة باسم الطلاب، فمجلس الطلبة هنا المتحدث، وبالتالي كيف أعطى هذا المهرجان أهمية بالنسبة لطلبة الجامعة وماذا يعني وجوده في الجامعة؟ طبعا هو اسم المهرجان مهرجان الزيتون بدل على أهمية شجرة الزيتون، دليل على أن شجرة الزيتون هي عنوان لدولة فلسطين، زي ما الكوفية الفلسطينية العالم كله بيعرف فلسطين الكوفية الفلسطينية، برضه شجرة الزيتون العالم أجمع بيعرف أنه فلسطين هي رمز للزيتون، والزيتون موجود في فلسطين طول ما فلسطين موجودة. طبعا احنا برضه بنحيي الجهود اللي قاموا فيها الغرفة التجارية، برضه بنحيي المحافظة، بنحيي جامعة خضور استضافة هذا المهرجان. هذا المهرجان مهم بيجي أهميته أنه يعمل تواصل للمجتمع جميعه في كافة أصناف، يعني زي ما انتم شايفين الزوايا الموجودة هون تشمل جميع الزوايا الحياتية اللي بيحتاجها الإنسان الفلسطيني. طبعا بيجوا الناس على الجامعة برضو بالإضافة للطلاب الموجودين ليتسوقوا ليتفرجوا شو في منتجات في طول كرم، صناعة وطنية صناعة محلية، وانه برضو بيشوفوا الزيت الطبيعي العسل الطبيعي اللي بيقوموا فيه سكان هاي المدينة، اللي ممكن غالبية طلبة الجامعة بيعرفوش انه في شغلات موجودة في طول كرم تنتج هاي المواد. طبعا بحاجه للتعرف على مثل هذه المنتجات. بس وسيم انتم كمجلس طلبه كيف حاولتوا، شكرا، كيف حاولتوا انه بالفعل تقوموا بالترويج لهذا المهرجان على مستوى طلاب وطالبات الجامعه؟ احنا طبعا قمنا بدعوه الطلاب وتشجيعهم انهم يشاركوا في هذا المهرجان يتواجد فيه، قمنا بالتواصل مع الغرفه التجاريه ومع المحافظه ومع اصحاب المحلات ومع الشركه الراعيه لهذا المهرجان انهم يعملوا يوم الاحد كونوا فيه طلاب موجودين في الجامعه يعملوا عروض مميزه ومسابقات وفعاليات لطلاب الجامعه. اليوم في فعاليات موجوده في مسابقات وهدايا بتختص في طلاب الجامعه، في طلاب جامعه خضوري، وهذا الحكي شجع الطلاب وحفزهم انهم يشاركوا في هذا المهرجان. يعني احنا بنتمنى لكم التوفيق جميعا، المشاركه ان شاء الله ملحوظه كما العاده من مجلس الطلبه في جامعه فلسطين التقنيه خضوري. شكرا وسيم، كل الشكر لك، وبالتاكيد نتمنى لك جوله حلوه والاهم تشتري. طبعا احنا بدنا نشكر التلفزيون الفجر الجديد والاعلام بشكل عام اللي بيظهروا دائما لمحافظه طول كرم النشاطات المتميزه اللي بتكون فيها هاي المحافظه اللي بتشتهر بالتميز والابداع. شكرا جزيلا. شكرا، احنا مكملين معكم مشوارنا، بالتاكيد بامكانكم التجول وبامكانكم زياره هذا المعرض الرائع الذي يحتوي على العديد من الزوايا المتنوعه والتي تعرض مصنوعات محليه الصنع، كل ما هو متواجد محلي الصنع من الألف إلى الياء، وبالتأكيد الأهم من ذلك أننا يجب أن نقوم بتعزيز ودعم المنتج المحلي قدر الإمكان، سواء المكون من الزيت أو من الزيتون أو بصناعات أخرى متواجدة هنا. تشارك ما يقارب أو ما يزيد عن 50 عارض من كبرى الشركات العالمية. بالتأكيد هنا كاميرا تلفزيون الفجر الجديد تأخذكم في جولة، وربما بعض اللقطات التي توضح طبيعة العدد الكبير من الزائرين والزائرات لهذا المعرض منذ تباشير الصباح، ولربما أيضا في الآراء المتنوعة من قبل الزملاء والزميلات ومن قبل المواطنين والطلاب والطالبات يعبرون عن مدى انبساطهم وسعادتهم من هذا المهرجان، ونأمل لهم زيارة موفقة. لا تنسوا أنكم ستكونون وموعد إن شاء الله في العديد من الفعاليات لهذا اليوم ويوم غد، كذلك الأمر في العديد من المسابقات والجوائز.